السيمبل زي اللي هو المايكرو فيلمنت او الاكتين فيلمنت، ممكن يتفك ويتكون، يتكون مع بعضه وبعدين يتحلل داخل الخلية، وبالتالي ممكن يستطيل او يقصر، كان السيمبل اند ديس سيمبل اند اكتس از تراكس. يبقى هي في الاساس بتبدي بتحافظ على شكل خلية، لكنها also act as a tracks، مسارات along which the organelles move inside the cytoplasm. السيتوبلازم بيبقى جيل لايك ستراكشر، وفي بعض الوضعيات ما لهاش وسائل انها تتحرك داخل السيتوبلازم، فممكن انها تاخد الايه التراكس الموجوده في السيل اللي هي عباره عن المايكرو تيوبيولز، وتبدا تتحرك من مكان لمكان، لو زي الفيزيكال ده بالظبط كده، في بروتين موجود ارتبط مع الايه المايكرو تيوبيولز بواسطه الاي تي بي، يبدا يحرك العضيات في رومز بليس تو اذر بليس، و it acts as a track او مسارات along which the organelles move. microtubule assembly، بناء الميكروتوبيولز هي كان assemble and disassemble. طب بنائها under the control، تحت التصرف وتحكم الميكروتوبيول organizing center اللي هو بسموه MTOC، اللي هو بسموه السنتروسوم او الجسم المركزي. During cell division، طبعاً في بداية أو أثناء انقسام الخلية، microtubules forming the spinal fibers. microtubules تستطيع أكثر في الحالة دي، بدل ما يسموها microtubules يسموها spinal fibers، ألياف المغزل، وطبعاً assist the movement of chromosomes، وده طبعاً بتساعد في حركة الكروموزومز داخل الخلية. During cell division هو الميتوزيس أو الميوزيس، انقسام الميتوزي انقسام الميوزي. Found in animal cell but not in the plant cell. موجودة في الخلايا الحيوانية ومش موجودة في الخلايا النباتية. Help in the movement of flagella and cilia، بتساعد في حركة الأهداب والأصوات الموجودة خارج الخلية. Centrioles اللي هو الجسم المغزلي عبارة عن microtubules تريبلت، ثلاثي كده لو عديناهم كده نلاقي دايما ثلاثة، فبيبقوا موجودين في تسعة وحدات أو تسع حلقات موجودة بالشكل ده، بيسموه 9 بلس 0 تريبلت. السنتريولز are short cylinders with 9 بلس 0 pattern of microtubules تريبلت. يعني لما تيجي تاخد ده اسمه سنتريول حاله كده، وده اسمه سنتريول، الاثنين دول مع بعض كده في الخلية يسموهم السنتروسوم، وده اللي موجود في الانيمال سيل ومش موجود في البلانت سيل. يبقى الاثنين دول مع بعض اسمهم ايه؟ ده اسمه السنتروسوم او الجسم المركزي، عبارة عن ايه؟ جسمين مغزليين، اللي هو السنتريول الجسم المغزلي. طيب يبقى الاثنين مع بعض، واحدة بتبقى هوريزنتال والتانية بتبقى فيرتيكال، يعني واحدة افقية واحدة رأسية، مع بعض كده كلهم يبقى اسمه السنتروسوم او الجسم المغزلي. طيب الجسم المركزي، طب الجسم المركزي ده عبارة عن ايه؟ وحدتين من السنتريول. ايه هو السنتريول؟ السنتريول عبارة عن شورت سلندر، عبارة عن اسطوانات قصيرة زي ما انت شايف كده، with 9 plus 0 pattern of microtubules triplet. يعني هو ده كده يبقى سنجلت، لو قلت لك اتنين مع بعض كده يبقى ده دبل، لكن لو هما ثلاثة كده مع بعض يبقى ده على طول اسمه ايه؟ اسمه microtubules تريبلت، واحد اتنين تلاتة. طيب لو عديت كده ده تريبلت وده تريبلت وده تريبلت وده تريبلت وده تريبلت، لكن هنا في النص فيه موجود شيء مفيش، عشان كده بنقول عليه ايه؟ زيرو. يبقى 9 بلس 0 تريبلت ده موجود في السنتريول. هنتكلم دلوقتي على السيليا والفلاجيلا اللي هم عبارة عن 9 بلس 2 دبلت مش تريبلت. طيب السنتريول اللي هو الجسم المغزلي may be involved in the microtubule formation which assembled during the cell division، صح؟ بقول لك لو قال ان السنتريول هو بيساعد في تكوين الميكروتوبيولز او بيساعد في تكوين السبايندل فايبر الياف المغزل، يبقى برضه صح. ليه؟ لان السنتريول الاثنين مع بعض من السنتريول، واحده كده راسيه واحده افقيه مع بعض، يسموهم السنتر السنتروسوم او الجسم المركزي. يبقى إذا كان الجسم المركزي بيكون ألياف المغزل، يبقى الجسم المغزلي برضو بيكون ألياف المغزل، لأن دي الوحدة التركيبية بتاعته. Also centrioles يبقى بيكون الميكروتوبيولز أو سبايندل فايبر أثناء السيل ديفيجن. كمان بيدي حاجة مهمة قوي
انه هو بيدي البيزل بوديز. طالما انه هو جنب النواه ده سنتريول وده سنتريول جنب النواه. وانس انه هو ليفز ذا نيوكليوس اند ريتش تو ذا بلازما ممبرين، اول ما يوصل تحت كده البلازما ممبرين، في الحاله دي ما تقولش عليه سنتريول ولا تقول عليه سنتروسوم، تقول عليه ايه؟ تقول عليه بيسل بودي، جسم قاعدي. الجسم القاعدي like seeds، like seeds بعمل زي البذرة. From which the cilia or flagella grow out the cell. يبقى هو عامل زي البذرة بتنمو منه السيليا لو كانت قصيرة، أو طبعاً الإيه الأصوات لو كانت طويلة، يبقى هو بيكون الميكروتوبيولز، كمان بيكون السيليا والفلاجيلا لأنه هو عبارة عن الجسم القاعدي. The centrioles are composed of 9 microtubules triplet. خلاص عرفنا ان هما 9 triplet. They lie right angle to one another، يعني واحدة بتبقى أفقية واحدة تبقى رأسية، عموديين على بعضهم البعض، يبقى عمودية زاوية قائمة كده. Within the microtubule organizing center اللي هو بيسموه MTOC اللي هو جسم المغزلي المركزي. Which is believed assembled during the microtubules at the time of cell division، اللي هو طبعا بيقترح ان هو اللي بيكون الميكروتوبيولز او السبايندل فايبرز اثناء انقسام الخليه. السيليا والفلاجيلا طالما بنتكلم عن مايكروتوبيولز وبيتصنعوا برضه من مايكروتوبيولز، اتكونوا منين السيليا والفلاجيلا؟ من السنتريول لما تتحرك تحت غشاء البلازمي، وفي الحاله دي قلنا عليه ما نقولش عليه سنتريول، نقول عليه البيسل بادي، نقول عليه الجسم القاعدي. يبقى البيسل بادي ده هو عبارة عن سنتريول، لكن ده طبعا موجود تحت البلازما ممبرين. moves substance across the cell surface in the lung and fallopian tube زي السيليا، ده بالشكل ده اللي انت شايفه ده، ده عبارة عن سيليا اهداف كبيرة، تبدأ تحرك الديبري او تحرك الايه الاجز مثلا البويضة او الاوفم في حالة الايه الفالوبيان تيوب. لكن في التراكية او القصبة العليا تلاقي فيه السيليا، وتتحرك الايه الداستس، وتحرك الدبري موجود على سطح الخلية. طيب لما تكون الاهداف صغيرة بيسموها السيليا، لكن لما تبقى طويلة كده بيسموها على طول فلاجيلوم اللي هو الصوت. طبعا ده بيستخدم في السيل موفمنت زي حركة الايه الحيوان المنو سبيرم. السيليا سمول ونيومرس، طبعا قلنا ان هي لازم تكون قصيره وتكون عديده على سطح الخليه. عند الفلاجيلا بتبقى لارج طويله لونج اند سنجل، بيبقى عددها واحد سنجل واحد بس، وتبقى زي ما قلنا 9 بلس 2 دبلت، يعني ده واحد اتنين يبقى ده دبلت، هتعدهم تلاقيهم تسعه، لكن في النص هتلاقي فيه كمان اتنين مايكروتوبيولز، عشان كده بنقول عليهم 9 بلس 2 doublet of microtubules and are involved in the cell movement، طبعا بيساعد في حركة الخلية ككل. السيليا والفلاجيلا have the plasma membrane covering it، طبعا موجود كده تحت البلازما ممبرين، لما يجي ينمو فبتتغطى طبعا بالبلازما ممبرين. each cell human flagellum has a vessel body، طبعا قلنا grow from it and at its base عند القاعدة بتاعته and grow from it. السيليا عند الفلاجيلا attaches the motor molecules، في جزء بيسموه جزيئات حركية مرتبطة powered by ATP، بتعمل بيه ال ATP allows the microtubules to interact and bind، إنها تتداخل مع بعضها وتنثني، وبالتالي بتساعد في حركة السيليا أو الفلاجيلا، وبالتالي بتساعد في حركة الإيه الخلية. الجزء اللي هو اللي بيسموه السايد أرمز ده أو ال attach motor molecules ده powered by ATP، once ناخد الطاقة بتبدأ يحصل انثناء في الميكروتوبيولز، لما انثنى الميكروتوبيولز انثنى السيليا أو انثنى الفلاجيلن، وبالتالي بيساعد في حركة السيليا والفلاجيلن. زي ما انت شايف ده الـ basal body like السنتريول، like السنتريول كان عبارة عن ايه 9 plus 0 triplet، لكن السيليا هتلاقي تبص تلاقي فوق كده هتلاقي عبارة عن ايه 9 plus 2 doublet. يبقى السنتريول بيزل بادي 9 بلس 0 تريبلت، لكن السيليا والفلاجيلا عبارة عن ايه 9 بلس 2 دبلت.
ده التركيب المختلف في السيتوسكيلتون او الهيكل الخليه اللي بيحافظ على هيكل الخليه زي السكيلتون بتاع جسمك كده. العظام في الجسم زي موجوده في الخليه عباره عن مايكرو تيبيولز مصنوع من التيبيولين، المايكرو فيلمنت مصنوع من الاكتين، والانترميديت فيلمنت مصنوع من الفايبرس بروتين. وده اشكال المختلفه، ده المايكرو تيبيولز وده الاكتين فيلمنت وده الفايبرس او الانترميديت فيلمنت مصنوع من الايه الفايبرس سب يونت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.